افتتاح فرع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في مدينة صرمان ضمن فعاليات الحملة التوعوية المجتمعية حول فيروس كورونا، والتي ينظمها ويشرف عليها المركز بهدف التوعية والتثقيف بالتباعد الجسدي والحد من انتشار الفيروس وكيفية المحافظة على عدم انتقاله، وتتواصل ليومين. تم افتتاح مركز مكافحة الأمراض بمدينة صرمان بحضور معالي رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بحكومة الوفاق والوفد المرافق له اليوم حضورهم بافتتاح هذا المركز الذي يخدم المنطقة الغربية بالكامل. كما نشكر الرئيس وأعضاء المركز الوطني لمكافحة الأمراض لحضورهم هذا اليوم، وتشرفنا بحضورهم، وكذلك نشكرهم على الحقيقة الدعم لهذا المركز، وكذلك نشكرهم على في مكافحة جائحة كورونا بهذه البلدية رغم قلة الإمكانيات التي تعاني منها. ومن المستهدف خلال الحملة أخذ مسحات عشوائية لسكان المدينة لمعرفة مدى انتشار الفيروس، فيما أقيمت احتفالية افتتاح المركز بحضور الدكتور بدر الدين النجار مدير المركز الوطني ومدير المركز الوطني فرع صرمان ومديري مراكز العزل ومديري فرق الاستجابة السريعة لجائحة كورونا وعدد من الشخصيات الرسمية وعدد من المهتمين.